حياكم الله في مدينه جيزان التراثيه وفي منطقه جيزان. نسال الله تعالى ان تكون اقامتكم طيبه وتخرجون بانطباع كويس عن المدينه. حياكم الله في مدينه جيزان التراثيه. حبيت اتكلم مع الشيخ انه والتشمينا سلمان وارتبك الإيقاع في رئتي كأن سلمان رواها رياحينا. يعني تكون لنا زيارة ثانية المزرعة نشوف فيها يعني طبعا هذه بداية البن في مرحلة نهائية مرحلة هذه كش هذه موز زي ما هي يلا هو. انا في فيها ان شاء الله ممتاز ممتاز اذا بدا في الازهار طلع الاوراق طلع الاوراق ما شاء الله تبارك الله يجيك الله
كانت لها تواصل واحضروا عده اشجار من عده دول من العالم وجربوها في هذه المزرعه، بفضل الله سبحانه وتعالى نجح الكثير منها. يعني توفر لها البيئه المناسبه للزراعه. فحياكم الله جميعا، ناخذ لنا جوله. طبعا من ابرز الاشجار اعطيكم، يمكن اللي ما حصل فرصه اني اكلمه مع الاشجار، لكن عندنا الكاكاو اللي هي الشوكولاته او موجوده الان ومثمره وسعرها غالي في السوق. يعني في مهرجان قلنا بالداير قبل عام باعوا الحبه ب 300 ريال، حبتها تجي زي ووجدت بيئتي المناسبه هنا. لقيت حاجات ان شاء الله نحن بنقولها عندنا وان شاء الله نحن بنطورها باذن الله تعالى. طبعا هذه شجرة الكاكاو يمكن من أندر أشجار العالم، هي يصنع منها الشوكولاتة والحلويات و... طيب حياكم الله يا أحبتي، أهلا وسهلا بأحبتنا من نجران، أسعدتمونا أفلجتم صدورنا وجودكم وتشريفكم ومعكم. نرحب بكم وندعوكم لتناول وجبة الغداء. ما شاء الله معي اخوي اتصلها بالي سوق كرم الضيافة في متحف جبل طلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا بكم.
باسمي وباسم الوفد المشارك معنا في هذه الزيارة في منطقة نجران. وهذه الزيارة طبعا أسميناها زيارة الأخوة الأولى. يا سلام. طبعا ما نكنه لأهل منطقة جازان من حب ومن ود ومن علاقات قوية فيما بيننا حتمت علينا هذه الزيارة. نقدم لكم الشكر الجزيل على ما قدمتموه لنا من حفاوة ومن استقبال ومن كرم، وهذا غير مستغرب. ما قصرتوا انتم والله اهل الاول ونبارك لهم الحب حبا والوفاء وفاء. وحقيقه يمكن الشيء الذي قدم من احبابكم في منطقه يازان على وجه العموم ومحافظه صبيا بقادتها وروادها على وجه الخصوص هو شيء او بعض من عندكم، فتقبلون منا هذا الاهداء المتواضع لكم بابنا وباسم قاده ورواد محافظه صبيا. هذه تشكيلة أبو حسن الفارسي. مكشن ها؟ ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافية. العافية أبو أيمن. شوف 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 البيض ها. هذا غدانا اليوم بياض. شوف بياض صافي. وضيرك. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا غدانا اليوم في زيارة احبار. العافية. ربنا يحفظكم ان شاء الله.